السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنرش المرمى ده رجالة مع بعض دلوقتي. ابيض بيرل المرمى، هناخد الابيض بتاعنا الارضية، طبعا العربية متنفضة ومتطهرة ومتلزقة تمام، والفاصل اللي جوه ده زي ما احنا شايفين ملزقينه طبعا بالورقة، بتنزل غص دي طريقة الورقة دي معمول لها فيديو الواحد عندكم في قائمة تشغيل اللزق اللي هنعمله ان شاء الله بعد مرحلة التنفير والتطهير. احنا مطهرين ومنفضين تمام. هننزل اول حاجة هننزل بالبلندنج بتاعنا اللي هو البياندر، كان في مرمى قبل كده هون رشناها، خلينا البلندنج او البياندر اخر مرحله. المره دي ان شاء الله هنبدا بالبلندنج او البياندر، بعد كده هون هننزل بالابيض بتاعنا، الابيض بتاعنا مساحه كده هون، بعد كده البرل مساحه اكبر، وبعد كده الكلير كوت ان شاء الله ناخده على مساحه القطع كلها، نعتمد على بركه الله ننزل بالبلندنج او البياندر. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بلندنج او بيندر الرجال عشان خاطر يمنع الخشانة، يمنع التبقيع بقى، الفرق في اللون. طبعا البلندنج ده معمول له حلقة لوحده عندكم ازاي تجيبوه والكلام ده كله، بيتجاب منين وايه هو وظايفه وكده، وهو حنين كده ننزل باللون ان شاء الله. بصوا يا رجاله، البلندنج او البياندر بيلمع ازاي؟ اللمعه دي بتخلي اللون ما يعملش خشانه او يعمل بقعه او اي حاجه، يعني بيمتص الحبايه يخليها ناعمه. بسم الله. ده اللون يا رجاله. ادي كده اول وش، ننزل ان شاء الله بتاني وش وتالت وش حسب اللون بتاعك والصبغه بتاعتك. انت طبعا بتكون عامل عينه، يعني هو كده بياخد الفلاش تان بتاعه بيتهوى، وبعد كده ننزل بتاني الوش لون. انت بتكون عامل عينه واثنين وثلاثه عشان خاطر تقارن الباليتات، اللي هو انت بتعمل عينات، يعني اللون دون ما بترشش كده على طول، لا انت بتعمل عينه منه، ثلاث عينات بتعملهم، الثلاث عينات بترشهم الارضيه اللي هي الابيض اللي احنا رشيناها دي، تمام؟ تمام. كده انت رشيت ثلاثه لون ابيض، عينه منهم بترشها وش برل واحد، وعينه ثانيه بترشها وشين برل، وعينه ثالثه بترشها وشين ونص مثلا او ثلاثه، وبعد كده بتقفل الثلاثه ورنيش، بتجيب بقى الثلاث عينات بتقارنهم بالعربيه، بتشوف انهي عينه منهم قريبه من العربيه هي المطابقه للعربيه، وتبدا اللي انت تشتغل عليها. تمام. احنا العينه اللي معانا هنا هون دون وشين برل، يعني احنا عاملين عينات العينه هنا وشين برل علشان خاطر تجمع اللون معانا. يعني بعد ما هننزل بالابيض ده بعد ما ينشف ننزل بتاني وش او تالت وش ابيض، بعد كده البرل بقى مش هندي وش واحد، لا هندي وشين. ادي تاني وش يا رجاله من اللون. في حركة تمويه كده يا رجالة. كده تمام. شايفين يا رجالة اللون بيجمع ازاي؟ كده هو محتاج ايه؟ محتاج وش ابيض تاني عشان خاطر في حاجات انا ممكن تكون ما تكونش باينة، لكن في هو محتاج كده وش تاني ابيض، وبعد كده البيرل بقى يا رجالة. في شركات وأنظمة الأبيض اللي احنا بنرشه دون ممكن تنزل عليه تحط له 5% مصلب مثلا، مصلب اللي هو بتاع الورنيش عشان خاطر يحسن التماسك بتاع المواد على بعضها. في بعض الأنظمة بتقول كده، يعني مش كل الأنظمة، بعض الأنظمة، وفي الغالب أدام هي الفكرة ناجحة في 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 بعض السساتم، يعني يبقى اكيد ان هي مقبوله وما شافوش منها مشاكل، علشان خاطر كده اقترحوها في الانظمه بتاعتهم. فانت ممكن لو انت شغال باي شركه ترجع للدعم الفني بتاعك وتقول له انا عايز احط مثلا 5% مصلب، لان انت بتنزل باكتر من طبقه، انت بتنزل بابيض وبعد كده برل، يعني طبقتين، وممكن الابيض اصلا من الوان الشفافه، واخد بالك؟ فكل دون بتبقى طبقات دهان فوق بعضها محتاجه تماسك. المصلب بقى ممكن يعوض لك النقطه دي حسب الشركه المصنعه.
احنا ننزل باخر وش رجاله من الابيض. كده تمام يا رجاله، شايفين هنا اهو، احنا جينا هنا كده اهو، ما طلعناش هنا اهو فوق برضو يا رجاله، ماشي. كده احنا الابيض بتاعنا جينا لغايه فين؟ هنا اهو، ادي الابيض بتاعنا. يبقى البرل لغايه فين؟ لغايه هنا اهو، ادي البرل بتاعنا، وبعد كده الورنيش عليها كلها بامر الله. كده ننزل بالبرل يا رجاله. بص البرل اهو يا رجاله، حاجه زي اللون الابيض كده، لكن هو مش لون ابيض على فكره، ماشي. هو ايه؟ برلات كده اهون، حاجات كده طيف كده هو، عشان خاطر كده سموها رقبه الحمامه. ليه؟ تيجي كده هو تلاقيه لون، تيجي كده تلاقيه لون. فمهم وانت بترش خلي بالك، اعمل حسابك ان هنا في بومبي يعكس لك الاضاءه، ممكن يحمر لك اللون، يصفر لك اللون، مش عارف ايه، كشاف زي اللي ورانا دون، ممكن يضرب هنا هو يعمل لك اختلاف او حاجه، فتنتبه لحاجه زي كده. تقف كده في ظهر الكشاف عشان خاطر تشوف اللون صح. ده بومبي عالي، ممكن ياخد الإضاءة يعكس لك اللون غير المجوف ده، فتنتبه لحاجات زي كده هوت حبيبي. الهدوم اللي انت لابسها نفسها، ممكن لو انت لابس حاجة لونها أحمر، لونها غامق، لونها أخضر، كل ده ممكن يعكس لك على اللون على فكرة. فمهم جدا اختيار اللون ده وانا رجالة. هذه البيرلة رجالة، بسم الله. قلنا وشنا رجاله صح؟ هياخد الفلاش تايم بتاعك، اهم حاجه في الشغل كله الفلاش تايم. تدي كل حاجه راحتها انها تتهوى براحتها، ما تكبس على حاجه. التنر يتبخر وكل حاجه تتبخر تمام. هنا تهوى رجالة، ننزل بتاني وش رجالة، بسم الله. طبعا انت ممكن تنزل تجراها، اللي هو التجراء القماشة اللي هي هوريها لكم دلوقتي، ممكن تنزل بالتجراء. يعني التجراء دون انت ممكن تنزل بيه حسب خيالك ما بين كل وش ووش او حاجه، ولكن يعني المساحه معانا مش محتاجه تجراء او حاجه، مفيش اي مشاكل، اي عفره انت محتاج اللي انت تشيلها. بص اللون كده، بص بص الفاتح، بص بيبقى فاتح فين، بص فاتح فين، بص فاتح فين، فاتح فين، شايفين مع الحركه اللون بيتغير مع الحركه. تنتبهوا لحاجه زي كده عشان خاطر ايه، ما تفتكروش ان انت ممكن تكون ماشي غلط، ماشي صح بسبب حاجه زي كده اهوت. الاضاءه الكشافات دي والحاجات دي يعني بتغير لك الموضوع برضو، عشان خاطر كده في المصانع وكلام من ده عندهم كشافات وحاجات ابيض واسود كده اهون، عشان اللون يعرفوا يختاروه صح ويميزوه صح. ان شاء الله ننزل بالورنيشه رجاله، كلير كوت، وشين ما بين كل وش والتاني من 5 لـ10 دقايق حسب النشرة الفنية او التي دي اس للمنتج. كل منتج بيكون ليه مواصفات، في منتج بيقول لك استنى 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة دقيقتين. المنتج اللي معانا هنا هون من 5 لـ10 دقايق ليك يعني الاريحية حسب نوع التينر، بردك تينر سريع، تينر بطيء، كلام من ده. بسم الله. في انظمه هنا بتقول لنا ما نجيش باول وش ورنيش على الجزء ده، يعني نخلي الجزء دون ما نجيش عليه بورنيش، وفي انظمه عادي يعني خده ما فيش اي مشاكل، يعني الاثنين معاك. وشين ورنيش رص، خلي بالك يعني ادي الورنيش حلو بتاعك. ليه؟ لان انت مدي كذا طبقه لون، البهيه دي هتشرب معاك الورنيش، فانت لازم تنزل ورنيش صح عشان خاطر تحصل على سطح مستوي تماما. الرش بقى من فوق لتحت او من تحت لفوق عادي يعني يا رجاله، اللي يريحك.
لكن تكون عارف يعني في بعض الأنظمة بتفضل من تحت لفوق. وانت واللي رايحك، هي ما فيهاش حاجة يعني، ده انت اللي رايحك اشتغل بيه. ان شاء الله في الوش التاني هنجيب من فوق لتحت. بعد الفلاش تايمر رجالة ننزل بتاني وش ورنيش. تسلم ايديكم يا رجاله. بفضل الله تم الموضوع كده يا رجاله. سيب رايك في التعليقات، سيب رايك في التعليقات، اي حاجه علق، قول فيه كذا، عجبني كذا، ما عجبنيش كذا، كان ممكن كذا، انت في دماغك فكرة جديدة كده كده. تسلم ايديكم يا رجالة، الصلاة على النبي. ما تنسوناش في الدعاء يا رجاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.